السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير. كل سنة وانتم طيبين، ورجعت لكم تاني بعد العيد الاضحى المبارك. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة ان شاء الله معايا اكلة جامدة جدا، صينية خضار سوتيه باللحمة ورز بسمتي باللحمة برضو والخضار. شوفوا الطريقة معايا، تحفة جدا وأكلة جميلة جدا جدا جدا، وسهلة وبسيطة وسريعة ومنجزة. يلا بينا نسمي الله ونصلي على رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، ونشوف عملنا أكلتنا دي ازاي. بس على طريقتي، يلا بينا نشوف الطريق. بس من فضلك، إذا أول مرة بتشوفي قناتي، من فضلك بعد إذنك اشتراك ولايك وشير وكومنت كده حلو منك إذا بتعجبك فيديوهاتي. هنا معايا بصلايه وقرن فلفل رومي مغسولين طبعا ومتنضفين كويس. ابتديت خرطتهم كده وفي صينيه على النار، واي ماده دهنيه عند حضرتك انزلي بيها في الصينيه. انا هنا حطيت زيت ذره، انا بستخدم زيت ذره بصراحه في الاكل، خفيف كده وظريف. هبتدي كده اشوح الحاجات دي على النار. زي ما حضراتكم شايفين كده بشوحها كويس على النار. هنا كده بوريكم ان انا بسلق لحمة على النار، سلقتها ازاي. شوحتها في معلقة زيت على النار، بعدين ضفت التوابل بتاعتها وبصلاية وطماطمية ومية مغلية نزلت على اللحمة بيها. هنا رجعت للصينية بتاعت الفلفل والبصل معايا، ونزلت عليها بمكعب ثوم مفروم. ابتدي اشوح برضو، اكمل التشويح كده بتاع البصل والفلفل والثوم. معذرة بقى على الإضاءة، الرينج لايت عندي كان بايظ فصورت كده على فلاش الموبايل. هنا كده معايا كيلو من الطماطم أو البندورة مغسول كويس، وخلطته في الخلاط زي ما حضراتكم شايفين كده. وهرجع للصينية اللي على النار اللي فيها الفلفل والبصل والثوم. نزلت كده بعصير الطماطم اللي معايا على الصينية، وهبتدي انزل اول ما تاخد معايا غلوة هبتدي انزل بالبهارات اللي معايا. معلقة ملح، معلقة بهارات او السبع بهارات، معلقة ونص فلفل اسود ناعم زي ما حضراتكم شايفين كده قدامكم، ونص معلقة كزبرة ناشفة. هقلب الكلام الجميل كده كله مع بعضه لحد ما التوابل تختلط بالطماطم والبصل والفلفل. وهبتدي بقى اسيبها على نار متوسطة لحد ما تسبك معايا كده وتبقى لونها حلو. كده معايا خضار، طبعا انا ما عملتش فيه اي حاجة، هقشره واقطعه وارجع لكم تاني. ورجعت تاني بعد ما قطعت الخضار اللي معايا ونضفته وغسلته كده غسيل ما شاء الله تحفة جدا، وقطعته كده سلايس يعني بالطول كده زي ما حضراتكم شايفين التقطيعة. هنا كوسة وجزر وبطاطس، وطبعا معايا كيس بسلة انا كنت مفرزاه في الديب فريزر. هنا كده الصينية بعد ما تسبكت معايا هنزل بالبسلة والجزر اللي معايا انا كنت مفرزاهم في الفريزر. زي ما حضراتكم شايفين كده ودي اللحمة. طبعا مش كل الكمية دي اللحمة اللي معايا، لا في كمية مسلوقة في الحلة لسه، انا دول بوريهم لكم عشان هعمل بيهم الرز البسمتي. هنا كده بعد ما البسلة فكت معايا والتلج اللي فيها خلاص ساح، ابتديت انزل بباقي الخضار اللي معايا.
جربوا صينية الخضار السوتيه دي او التورلي، تحفة جدا جدا جدا. عايزة اقولك ان من حلاوتها وجمالها وطعمها هتعمليها كل يوم، حاجة مفيدة وكلها خضروات وحاجة كده ما شاء الله، اللهم بارك، روعة. بعد ما الخضار اللي معايا كده خد غلوتين ابتديت انزل بالبطاطس، عشان تعرفين ان البطاطس برضو مش بتاخد سوا كتير زيها زي الكوسة. كده خدت اللحمة بقى المسلوقة نص سوا معايا، هبتدي احطها كده في الصينية ارصها عشان ادخل الصينية تحت الشواية بقى تكمل سواها، او في الفرن عادي على الرف الوسطاني درجة حرارة 180 لحد ما الصينية تستوي معايا، وهوريكو شكلها. من فضلك اذا وصلتي معايا لحد هنا صلوا على النبي في التعليقات. ابتديت كده احط كبشتين شوربة علشان ادخل الصينية الفرن. شايفين جمالها كده؟ انا بغلفها بالفويل ودخلتها الفرن عشان تكمل السوا في الفرن، وبعد كده اشيل الفويل ده خالص عشان تاخد وش كده معايا. هنا معايا بقى حلة على النار مادة دهنية علشان نعمل الرز البسمتي باللحمة والخضار معانا. ده كده نص كيلو من الرز البسمتي، ومعايا هنا جزر مبشور، فلفل الوان، وفي بسلة وجزر مكعبات اهو انا بوريها لكم، دي برضو متفرزة معايا. وهنا كده اللحمة بقطعها قطع صغيرة زي ما حضراتكم شايفين كده. عايزة اقولك ان الرز ده وجبة كاملة متكاملة، ممكن ما تعمليش معاه اي حاجة خالص غير شوية سلطة، تبقى اكلة تحفة تحفة تحفة، طعمها خطير جدا. كده انا ابتديت انزل بالخضار اشوحه في الزيت مع اللحمة المتقطعة قطع صغيرة. هبتدي بقى انزل بالبهارات، نص معلقة فلفل اسود، نص معلقة بهارات، 7 بهارات، نص معلقة كاري، ليمون مجفف، ورق لوري او لورا، 3 فصوص حبهان كده، معلقة قرفة صغيرة فظيعة بتفرق جدا في طعم الرز ده، جربيه على طريقتي ان شاء الله يعجبك. ده كده كركم اللي انا بضيفه ده، معلقتين كركم كده صغيرين. وده الكاري، ضفت حبة كمان، نص معلقة صغيرة كمان، عشان بيفرق جدا في طعم الرز برضو زي ما حضراتكم شايفين كده. حاجة كده اللهم بارك تحفة جدا. وكده الرز معايا مغسول ومتصفي، وهنزل بيه على الحلة بالخضار اللي معايا ده ومعلقة ملح. وعايزة اقولك بقى معلقة دبس الرمان دي بتفرق جدا في طعم الرز ده، حطي معلقة كبيرة كده محترمة، فظيع فظيع فظيع، عايزة اقولك خطير، جربيه على طريقتي ان شاء الله يعجبك. ومعايا بقى الشوربة طبعا او مية مغلية لو حضرتك بتفضليها. هتبتدي تغطي الرز كده لحد وشه لحد ما يغلي معاكي، وبعد كده توطي النار شمعة صغيرة خالص لحد ما يستوي معاكي. رز البسمتي انا ما بزودلوش المية ولا اي حاجة، انا بعمله معاملة الرز البلدي بتاعنا عادي خالص، بغطي وشه بالمية وبيطلع مفلفل وطعمه خطير خطير خطير. عايزة اقولك تحفة جدا، ولا معجن ولا اي حاجة، وهتشوفيه معايا، انتظر لنهاية الفيديو.
واذا وصلتي معايا لحد هنا اوعي تكوني نسيتي اللايك والكومنت والاشتراك بالقناة والشير عشان يوصلك مني كل جديد وحصري. زي ما حضرتك شايفة كده ببتدي اقلب بقى الرز كده كل فين، يعني كل 5 دقايق كده ابتدي اقلبه لحد ما المية دي تتشرب خالص. هنا كده كنت بعمل عصير برتقال، هنعمل بقى مع بعض شوية لسان عصفور كده تحفة جدا. معايا كيس لسان عصفور ومعايا مادة دهنية في الحلة، هبتدي احمر كده لسان عصفور لحد ما لونه يبقى ذهبي معايا، وبعد كده هقول لكم هعمل فيه ايه تاني. كده انا بوريكم ان اللون ابتدى يبقى ذهبي معايا، هبتدي انزل بقى بالشوربه، بس هحط مصفى كده عشان الشوربه فيها بصل وطماطم وحبهان ولوري والكلام ده، فمش عايز الحاجات دي تبقى في الشوربه في لسان عصفور. اهو بصوا كده المصفى فيها ايه، زي ما حضراتكم شايفين بقى هنزل بمعلقه ملح ودي كده بهارات فراخ تحفة جدا بتفرق في لسان عصفور وطعمه بيبقى روعة روعة روعة. عايزة اقولك انك هتبسي بكل الاكل وتاكلي لسان عصفور من جماله، خطير جدا. وكده الرز خلاص دخل في السوا، بسم الله ما شاء الله خلاص كده استوى معايا ومفلفل وحاجة كده اللهم بارك. حبيبتي اذا وصلتي معايا لحد هنا وعجبك الفيديو من فضلك اشتراك ولايك وشير وكومنت كده حلو منك يدعمني ويدعم قناتي، وبس كده انتظري بقى شوفي منظر الاكل النهائي حاجة كده ما شاء الله. وده كده الخضار السوتيه خرج معايا خلاص كده، هخرجه من الفرن استوى وبقى تمام التمام. وده لسان عصفور هوريكو شكله دلوقتي، شايفين شامين حاجة كده ما شاء الله ما شاء الله تحفة جدا. وبكده اكون وصلت لنهاية حلقتي النهاردة، واللحمة ما شاء الله دايبة دوب زي ما حضراتكم شايفين. وبكده اكون وصلت لنهاية حلقتي النهاردة، ومع الف مليون سلامة هتوحشوني ودمتم سالمين، وشكرا للمشاهدة.